بعيداً عن أحضان الوطن وبيت الأهل والأصحاب، استقبلت الطالبة روان شهر رمضان الكريم. روان طالبة في مجال الطب البشري، تدرس هنا في العاصمة الألمانية برلين منذ 4 سنوات. تنهمك في العمل والدراسة لكي تخفف عن نفسها نار الحنين للوطن والشوق لجلسات العائلة في هذه الأيام الفضيلة. طبعا أحب أبارك عليكم الشهر الجميع، شهر فضيل. أنا صرت طالبة وصار لي تقريبا 5 سنين في ألمانيا، وهذا الحين تقريبا رابع مرة أحصبه في رمضان في برلين. طبعا أجواء برلين مثل بألمانيا طبعا تختلف عندنا بالديرة مثل ما احنا نعرف، بس بالرغم من طبعا ساعات طويلة هي 20 ساعة طبعا تقريبا هني للساعة 9:30 أذان المغرب، بالرغم من الكويت تقريبا الساعة 6. بالرغم من هني طبعا الدولة فيها نشاطات، فيها طبيعة، وخاصة الحين موسم كرة القدم اللي هي الكأس الأوروبا، إلى أنه يفتقد الواحد اللي هو الجو الرمضاني مثل صورة الأذان التراويح، يفتقد لجو العائلي اللي هو الإفطار مع العائلة. هذه أشياء يعني الواحد هي دائما يحب يشوفها في رمضان، خصوصا ان شهر العباده يحب يتقرب فيها لله بعد سبحانه وتعالى، فيحب يسمع اصوات الصلوات. هذه اشياء يفقدها الواحد يعني. طبعا فتره رمضان هي شهر يعني يختلف عن الاشهر الثانيه في السنه، هي الفتره اللي يشتاق فيها الشخص للجو العائله هناك، يشتاق للايام اللي يعيشها ايام الطفوله. طبعا يمكن أكثر شيء اللي أنا أتذكرها وأحبها هي لما الإفطار على طبخ الوالدة، الواحد شلون يستطعم طبخ الوالدة في الأيام. أهم شيء ثاني اللي هو إحنا طبعا معروف عندنا الأطفال اللي هو القرقيعان، اللي هو لما اليهال يدقون على الباب ويغنون قرقيعان وقرقيعان، يعني هذه أيام يفتقدها الواحد ومو موجودة هني. هو وجود طبعا هني في جالية يعني كبيرة من المسلمين ومن مختلف الجنسيات، يعني مو بس الجنسية العربية بل الجنسية الباكستانية التركية. فهم بالرغم من ان الواحد هني، انا كطالبة مثلا عندي صديقات دائما نتجمع، نحب كل اسبوع مرة باليوم مرة باسبوع نتجمع نفطر مع بعض نطبخ، تشوف الاصناف طبعا من مختلف الثقافات مختلف البلاد. أهم شيء ثاني اللي هو طبعا الشعب الألماني اللي أنا عجبني أنه متفهم، لأن الواحد لما يصوم كم موقف صار مع طالبة اللي هم دائما ألاحظ أنهم لما يعرفون أن هذا رمضان هذا شهر إحنا نصوم فيه، يحاولون أن ما يشربون أمامنا، ما يأكلون قدامنا، دائما يستأذنون. فهذا الشيء حسيت يعني أنه جميل أن الشعب متفهم مع الرغم من أنهم الديانة مختلفة. طبعا بالايام العاديه ايام الدوام تكون بالعاده، لان من الافطار متاخر الساعه 9:30، تنام طبعا 20 ساعه تقريبا، فالواحد ما يلحق يلتقي مع ناس. لكن بالويك اند طبعا ممكن نتجمع انا وصديقات مني، بانه يكون يعني وقت فاضي والواحد ما عنده دراسه، فممكن نسوي مثلا مره بالاسبوع كمثل ما احنا كنا نسوي العاده ان نتجمع وناكل مع بعض. لهذا الشهر الفضيل أجواء مميزة وروحانية نبحث عنها في كل مكان، لكننا لا نجدها في النهاية إلا في الوطن ومع الأهل. لهذا الشهر الفضيل أجواء مميزة وروحانية نبحث عنها في كل مكان، لكننا بالنهاية لا نجدها إلا في الوطن ومع الأهل. إيفلين أبو عساف لتلفزيون دولة الكويت برلين.